اركض بني إلى العلا واصدح بصوتك للملا. قرآن ربي قد دعاك فقم إليه مرتلا. اقرأ بني لعشرة أخذوا عن الصحب الأولى، عن حمزة عن عاصم عن نافع حاز العلا. نهض ابن عامر للملا يتلو الكتاب مفصلا. هذا الكسائي الذي حاز الفخار مبجلا. ويزيد قعقاع التلاوة خاشعا متبتلا. وابن العلاء وقد تفرد بالإمامة إن تلا. يعقوب يتلو آيه خلف قرأ متأملا. وربيب مكة